العلاقة بين بغداد وأربيل يجب أن تكون بطريقة دستورية، ويجب أن تحترم حقوق إقليم كردستان مثلما تحترم كردستان حقوق العراق الدستورية. في الماضي كان هناك خلل في هذه العلاقة، فيها طغيان في بعض الأشياء وفيها تقصير في أشياء أخرى. فالآن هو المطلوب أنه نتكلم كعراقيين ونتحاور كعراقيين ونتفق كعراقيين. لا يجوز أن تستغل هذه الحالة للمساس بحقوق الكرد أو الإضرار بهم. الكرد إخواننا وأهلنا جيراننا، لابد أن نتعامل معهم بالحسنى. وأيام أزمتنا ومحنتنا ألجأونا واستضافونا في ديارهم، وهذا لن ننساه أبدا. ولكن في نفس الوقت هناك حقوق للعراق على كردستان يجب أن تحترم، قضايا النفط، الحدود، العلاقة الأمنية، وهناك حقوق لكردستان يجب أن تحترم أيضا. الإقليم يجب أن يحتفظ بحدوده وهي ما قبل 2003، 19/3/2003، وهذا تقر به الحكومة الاتحادية وهو نص دستوري. ولكن داخل الإقليم هناك صلاحيات موجودة للإقليم يجب أن تحترم، لا نتعامل بقسوة وكسر إرادة مع إقليم كردستان. باعتقادي اللقاءات التي تمت بالأيام الماضية كانت مهمة، وأنا بلقائي مع رئيس الوزراء قبل أسبوعين تكلمت معه وحثيته بشدة على اللقاء مع رئيس وزراء إقليم كردستان والتواصل معهم وإطلاق الرواتب ومعالجة المشاكل البينية، مشاكل الحدود والمطارات، ووعد. وفي الأيام الماضية حصل هذا اللقاء مع رئيس وزراء الإقليم، وبالتأكيد في الأيام القادمة سيكون هناك تطور لحل كل المشاكل.